لكن في الحديث أكثر حول هذه التفاصيل ينضم إلينا من العاصمة الأردنية سركيس نزار، محلل أسواق عالمية في مجموعة إيكويتي جروب. أهلا بك. بالنسبة في البداية، كما ذكرنا التحركات بالنسبة للبنوك المركزية وخاصة ما شهدناه بالنسبة للمركزي الكندي يوم أمس، ورفع الفائدة بأكثر من 100 نقطة أساس، هل تتوقع بالنسبة للفيدرالي الأمريكي أن يكون على نفس هذا الاتجاه بعد بيانات التضخم التي فاقت التوقعات؟ صباح الخير. بيانات التضخم بالفعل كانت مفاجئة، صدرت يوم أمس لتظهر ارتفاع، أستطيع أن أقول بأنه ارتفاع هائل في معدلات التضخم إلى 9.1%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1981. إن هذا الارتفاع الكبير في معدلات التضخم يجعلني لا أستبعد أبدا أن نرى رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة بمئة نقطة أساس. وبالفعل الأسواق المالية الآن بدأت تحتسب ذلك، فبحسب مجموعة CME هنالك توقعات بأن يرفع الفيدرالي الفائدة بمئة نقطة أساس بحوالي 78% في هذه اللحظات، بينما رفع الفائدة ب75 نقطة أساس فلا يتعدى حوالي 21%. وهنا نلاحظ بأن الأسواق أصبحت تسعر رفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة بالفعل بعد القفزة الكبيرة في معدلات التضخم، فاحتمالات رفع الفائدة تتزايد يوما بعد يوم. هذا اليوم نحن في انتظار بيانات مهمة جدا، وهي بيانات مؤشر أسعار المنتجين. لماذا أعتبر هذه البيانات مهمة؟ لأنها بيانات تضخمية مسبقة، لأن المنتجين إذا ارتفعت عليهم الأسعار فربما سيدفعون هذا الارتفاع في الأسعار إلى المستهلكين خلال الفترة المقبلة، أي بقية هذا الشهر. بالتالي بيانات اليوم قد يكون لها أيضا تأثير مباشر على الأسواق المالية، لأنها تعطي انطباع في التوقعات المستقبلية للتضخم. نعم صحيح سركيس، يعني أنت سيد العارفين تعلم أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مستمر حسب التوقعات في رفع معدلات الفائدة، ولعل معدلات التضخم التي صدرت البارحة تجبره على ذلك في هذه الأثناء، ولكن تبقى هناك عوائق أخرى، وأنت تعلم تأثيرات رفع معدلات الفائدة على معدلات النمو، وهذه معادلة شائكة وصعبة. كيف ستسير الورقة الخضراء الدولار وسط هذه المنعرجات، يعني تضخم من جهة ورفع معدلات فائدة من جهة وتهديد لمعدلات النمو من جهة أخرى وقوة للدولار؟ الآن إذا تحدثنا عن النمو الاقتصادي والتضخم، هنا سوف أنظر إلى شعور المستهلكين. ما الفائدة أن يكون لدي نمو اقتصادي مرتفع لو قلنا 5%، لكن إذا كان التضخم 9.1%؟ هنا سيشعر المستهلكون والمواطنون في الولايات المتحدة بأن هنالك انخفاض كبير في القدرة الشرائية، وهذا يشابه الركود الاقتصادي. بالتالي من المهم جدا أن نعلم بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ينظر الآن إلى معدلات التضخم على أنها معضلة. إذا أردنا أن نبقي على معدلات تضخم فوق 9% فيجب أن ينمو الاقتصاد أكثر من 9%، ويبدو هذا الأمر شبه مستحيل في الوضع الراهن، حتى أن الفيدرالي الأمريكي خفض توقعاته بالنسبة للنمو الاقتصادي هذه السنة مؤخرا إلى 1.7%. دخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة من الركود الذي أستطيع أن أقول إذا كان مسيطرا عليه قد يكون جيد على المدى القصير، لأنه قد يخفض معدلات التضخم، لكن بالنسبة للدولار الأمريكي فيبدو بأن الدولار الأمريكي ما زال يتمتع في قوة بتأثير من توقعات رفع الفائدة. أصبحنا نتحدث الآن عن فوائد في نهاية هذه السنة تقترب من 3.75% بحسب مجموعة CME، وهذا الرفع في الفائدة المتتالي من المتوقع أن يبقي على قوة الدولار. نعم. بما أنه رأينا خلال الربع الثاني قام الفيدرالي برفع الفائدة، والآن نحن بانتظار نتائج الربع الثاني بالنسبة للكثير من الشركات وخاصة للقطاع المصرفي الأمريكي، برأيك كيف سيكون انعكاس رفع الفائدة على النتائج بالنسبة للقطاع المصرفي الأمريكي، وما هي التوقعات؟ بداية نحن اليوم سنستقبل أولى الشركات الأمريكية الكبرى من قطاع البنوك التي ستصدر نتائج أعمالها، جي بي مورغان، مورغان ستانلي، وهذه الشركات من المتوقع أن تظهر انخفاض في ربحية الأسهم. الآن بطبيعة الحال عندما نتحدث عن رفع بالفائدة، هنا يعتقد الكثيرون بأن رفع الفائدة إيجابي بالنسبة لقطاع البنوك والقطاع المصرفي لأنه يزيد هوامش الربحية، وهذا صحيح، لكن في ظروفنا الحالية
هنالك معضلة كبيرة وهي التباطؤ الاقتصادي الذي ظهر جليا على اقتصاد الولايات المتحدة خلال الربع الثاني من هذه السنة. التباطؤ الاقتصادي إلى جانب عدم استبعاد ركود اقتصادي قد يجعل قطاع البنوك يقوم بحجز مخصصات من أجل الديون الهالكة المتوقعة، وهذا ما قد يخفض الربحية، فأتوقع أن نشهد تراجع في ربحية القطاع المصرفي بل في القطاع المالي ككل. إذا تحدثنا عن قطاع البنوك فلا أستبعد أن نرى انخفاض بحوالي 25-26%، إذا تحدثنا عن القطاع المالي ككل 23-24%، هذا غير مستبعد أبدا لأن هنالك ظروف أخرى حاليا تحكم القطاع المصرفي. القطاع المصرفي أو أسهم شركات القطاع المصرفي يبدو بأن أسهمها حاليا خلينا نحكي أنها ما دون السعر العادل إذا قارناها في أداء العديد من الشركات الأخرى مؤشر ستاندرد أند بور، لكن هذا لا يمنع أن نرى أيضا انخفاض في ربحية الشركات مقارنة في الربع الثاني من عام 2021 عندما بدأت البنوك تخفض مخصصات الديون الهالكة، عندما بدأ النمو الاقتصادي ينمو بقوة في الولايات المتحدة. ففي الربع الثاني 2022 رغم أن هنالك رفع بالفائدة لكن هذا الرفع بالفائدة يقابله أولا تعثر في العديد من الاستثمارات وأيضا توقعات في تباطؤ بل عدم استبعاد ركود اقتصادي في الولايات المتحدة مما قد ينعكس أيضا على أداء هذه الشركة. نعم، رغم ارتفاع التضخم من أمريكا لكن نورتنا من عمان سركيز نزار، شكرا جزيلا لك، وأنت محلل الأسواق العالمية في إيكويتي جروب.